الفرق الآن. كنا نتحدث كم من الدرايف، مهرجان السرعة النهائية تحدثنا به سوف يكون في طواف الإمارات. بالفعل الآن نشوف الفرق بدأت تجمع نفسها الآن، كل عنصر مع زملائه. نشوف الفريق أستانا أيضا يأخذ السرعة الآن في الأمام، السرعة فوق 52 كيلومتر في الساعة، 9 كيلومترات المسافة المتبقية. نلاحظ معاكم الآن الوضعية في هذه الأثناء، ونحن الآن في الاتجاه الأخير إلى جزيرة المرجان، فتسع كيلومترات وعد تنازلي. لاحظ معاكم فريق لوتو سودال يحاول أن يكون في المقدمة، فريق أستانا يتقدم معاه من الجانب الأيسر الآن، هذاك الفريق الألماني يحاول أن يتقدم. فريق كويك ستيب لا يلقى له مكان الآن، لا يتدخل في هذه اللحظات. يبدو لي الآن الكل يأخذ الآن، نشوف على الجانب الأيمن الجانب الأيسر عدد الدراجين اللي موجودين الآن ينقسمون ما بين جزئين، وهذا بسبب عملية الليد أوت الأسرع. الأسرع راح يكون اللي موجود على الجهة اليسار، جهة اليمين الآن هذا الفريق من جنوب أفريقيا اللي فيه نزولو. نزولو موجود الآن، فريق كويك ستيب بدأ يجمع نفسه الآن في مقدمة السباق. اللون الأزرق من الجانب الأيسر معاه من الجانب الأيمن أيضا. نلاحظ الآن الوضعية بدأت تزيد الآن في السرعة، 8 كيلومترات و900 العدد التنازلي، زيادة السرعة. نلاحظ معاكم الآن من الجانب الأيسر الفريق الجنوب أفريقي مع نيزولو معاه أيضا في الصورة. من الجانب الأيمن الآن الجزء الثاني من التسكير أو من عملية الليد أوت، وانقسام الآن بين جزئين. الجزء الأسرع هو اللي راح يكون موجود فيه الفريق الآن كويك ستيب. كويك ستيب الآن من الجانب الأيمن، الجانب الأيسر بدأ الآن يفقد شوية السرعة. نلاحظ معاكم الآن هذا التشكيل الجميل الآن، والشارع هذا راح يساعد، لكن بعد شوي راح يكون الشارع فقط عبارة عن حارة واحدة حتى الوصول في آخر كيلو أو في آخر تقريبا 700 متر، 700 متر الأخيرة. فبالتالي علي من ينتبهوا لهذه الجزئية. فريق أستانا يحاول أن يسحب الآن، يأخذ الرأس. إذن المنافسة الآن موجودة هنا، أليكسي لوسينتو معهم أيضا من الدراجين ستيفان دي بود يحاول أن يتقدم، معهم أيضا ماتيو سوبريرو في هذه الصورة الآن. إذن الآن فريق أستانا يسحب، ونشوف معاكم الوضعية هنا في الصورة، وكل من يتواجد في هذا الفريق في عملية الليد أوت. هذه عملية الليد أوت، فريق أستانا يحاول أن يتقدم باللون الأزرق فريق بورا الألماني. لا ننسى بأن الفريق بورا، ويبدو لي الآن فريق بورا الألماني بدأ يتقدم من فريق بورا الألماني، يتواجد باسكال كريمان. نشوف الآن حركة الآرو اللي نشوفها الآن، الآرو عملية السهم اللي نشوفها، هذه هي راس البكتيريوس. وبالباوس الآن بدأ يتقدم فريق بحرين، فريق بحرين الآن بكتيريوس اللون الأحمر اللي نشوفه الآن بدأ ياخذ مكانه في الصورة معانا الآن في الصورة الآن. الفريق الجنوب أفريقي أيضا نزولو، نزولو وضعيته ممتازة. فريق الإمارات الآن نشوف وضعية الدراج دافيد فورمولو، ومعاه أيضا في الخلف يتواجد الدراج فرناندو كافيريا. الآن فريق البحرين بكتيريوس، بحرين بكتيريوس بدأ يتقدم الآن ويحاول أنه يرفع السرعة. لا زالت هناك 6 كيلومترات و600، والوضعية لا زالت أيضا لصالح كما أشاهد الآن الفريق المتواجد الآن في الصورة. شوف الآن فريق البحرين واحد فقط اللي يسحب. دخلنا الجزيرة، دخلنا الجزيرة ورايحين للنهاية. النهاية بيكون اللي هو الدافع. الله يستر، الله يستر. الآن نشوف الوضع، هذا لوسينكو، لوسينكو ياخذ الراس، هذا الكازاخستاني أليكسي بالامس ما استطاع ان يكمل السباق في الصداره كما كان متوقعا، وهو صاحب المركز الثالث ترتيب عام العام الماضي بطواف الامارات. هذا اول واحد صاحب الميداليه الذهبيه في الالعاب الاسيويه، وايضا صاحب مرحله بطواف فرنسا 2020. نلاحظ الان 6 كيلومترات عن خط النهايه. الذكاء لا زال موجود، والتعامل مع السباق. فريق لوتو سودال بدا يتقدم الان، ايوان كيلب، ايوان كيلب بدا يتقدم الان، ياخذ مكانه في مقدمه السباق الان بوضعيه ممتازه. سام بنت ايضا زملاء الان محاط بزملاء. لاحظ الصوره الان يحاول ان يتقدم معاهم الان فريق البحرين، فريق بحرين بكتيريوس. فيل باوس بطل طواف السعوديه، سبرنتير من الدرجه الاولى من المانيا. نشوف معاكم الآن يا ترى 5 كيلومترات لمن سوف تذهب الكلمة. السبرنت القوي قادم بقوة الآن، السبرنت قوي راح يكون، السبرنت قوي بكل تأكيد. قوة السبرنت الآن بالسحب الأخير وعملية الليد أوت. 5 كيلو فريق موفيستار يسحب،
فريق موفستار يسحب، فريق لوتو سودال التمركز الآن في تدافع موجود في وسط الكوكبة، في تدافع ما بين الدراجين. 5 كيلومترات إلى الدوار والعودة ذهابا وإيابا إلى خط النهاية. الرياح راح تكون دافعة. حذاري حذاري الآن للكوكبة المتقدمة. هنا فريق البحرين، فريق البحرين خلف فريق البحرين، التمركز لفريق لوتو سودال وفريق الإمارات. الآن مايكل بيرغ يتحرك، يتحرك 4 كيلومترات. لا، يان بولانك، هذا يان بولانك يسحب فريق الإمارات، ياخذ خلفه الآن في الصورة مايكل بيرغ، مايكل بيرغ وياخذ معه تادي بوغاتشر. هذه العملية هي أمنية احترازية خوفا من السقوط للبطل المحتمل والبطل صاحب القميص الآن المتواجد في الصورة. هذا العمل هو عمل احترازي يقوم به فريق الإمارات حفاظا على سلامة تادي بوغاتشر وليس للفوز، لأنني الآن أشاهد هنا مايكل بيرغ يحاول يدخله فقط في 3 كيلو الأخيرة حسب النظام الدولي، إن في حالة إذا ما تعطل ولا صار في شيء في 3 كيلو ياخذ بنفس الزمن اللي كان فيه عليه، بعد 3 كيلو ما عنده مشكلة ممكن يكون في ذيل الكوكبة. معاكم الآن من هذا الفريق الآن أنيوس البريطاني اللي دخلوا وتدافعوا في الخلف. لاحظ الآن في انتظار فقط دخول 3 كيلو ليبقى بالأمان الدراج، وهو من الفريق الإماراتي UAE تيم. وهذا التفكير الاحترافي. شوف مايكل بيرغ يسحب الآن، يسحب في الأمام، هو الوحيد اللي يقدر يسحب. العمل موجود الآن فريق الإمارات، الهدف هو القميص وحماية القميص. هذا العمل الجميل اللي موجود. فريق الآن تريك سيغافريدو، فريق تريك سيغافريدو الأمريكي بدأ يتقدم الآن في مقدمة السباق. ترى من سوف يفوز في هذا اليوم، لمن تذهب الكلمة؟ انشو باسكال أكريمن، باسكال أكريما بدأ يأخذ مكان فريقه الآن بعملية الليد أوت. القوة الآن للفريق، العمل للفريق، ومن ثم يأتي السبرنتير رأس الحربة وهو من سوف ينطلق. هذا الدوران الآن والاتجاه إلى خط النهاية في هذه اللحظات. نلاحظ الآن، نلاحظ الآن فريق بورا الألماني، فريق باسكال أكريما بوضعية ممتازة، مع أيضا يتواجد الآن في هذه الوضعية بوضع جيد يبدو لي لوتو سودال. لوتو سودال ياخذ المكان الآن مع كويك ستيب. إذا سام بنت، باسكال أكريمن، ومعهم أيضا في الصورة إيوان كيلب. إيوان كيلب، إيوان كيلب، الله وضعيته ممتازة إيوان كيلب. لاحظ الصورة الآن مع إيوان كيلب، نشوف معكم إيوان كيلب بالباو ياخذ مكان ممتاز أيضا بالباوز هذا الألماني. معهم أيضا الآن في الصورة عملية الليد أوت، الليد اوت نشوفها قوية لفريق لوتو سودال. لوتو سودال يسحب 2 كيلو، وعمل جبار، عمل جبار لفريق لوتو سودال. ونشوف ياسبر البلجيكي هو اللي يسحب، يسحب الآن في قوة كبيرة، ولكن هل يبقى حتى الأخير؟ 700 متر بالباو ماس صورة رائعة ممتازة العملية الآن. باسكال أكريما في وضعية أيضا جيدة. نلاحظ الآن 3 إلى 4 أسماء في وضع ممتاز. سام بنت بدأ يتقدم الآن بوضعية جيدة. نيزولو بدأ يتأخر شوي في الوضع. إذا البوزيشن الممتاز لباسكال أكريما، باسكال أكريما بوضعية هي الأفضل، يتقدم الآن في هذه اللحظات. المحاولة لنيزولو، نيزولو ياخذ مكانه في المقدمة والحرب تبدأ في 200 متر. فريق نيزولو الآن يتقدم، ويتقدم معهم الآن في فريق لوكا، وفريق لوكا الآن وهو تيم بايك اكسشينج. نشوف الصورة الآن اللي موجودة هنا، ولا زالت هناك مسافة متبقية، 1 كيلو أخير. المحاولة لا زالت موجودة هنا من فانتيني. دخلنا الآن الفلام روج، الفلام روج في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام. إذا الآن السباق إلى خط النهاية. أندري غريبل في هذه الكوكبة، ونوزولو بدأ يأخذ مكان من الجانب الأيسر، وإيوان كيلب يبحث له عن مكان. نوزولو في وضعية جيدة جدا للانطلاقة الأخيرة. نوزولو هل ينطلق الآن في آخر 500 متر؟ نوزولو بطل أوروبا يتقدم. باسكال أكريما في وضعية هي الأفضل. إذا الآن سام بنت في وضعية متأخرة للانطلاق، والآن القوة موجودة معها
الفريق الآن بورا الألماني. باسكال أكريمان هو الأفضل الآن. وضعية الآن انطلاقة باسكال. باسكال أكريمان ينطلق بقوة مع الآن بالصورة والمحاولة لا زالت موجودة مع نوزولو. نوزولو يتقدم من الآن. باسكال أكريمان وسام بنت. سام بنت الآن بالصورة بطلا. سام بنت. القادم من خلف مع نوزولو. اذا سباق ولا اروع، منافسه قويه انهاها سام بنت. سام بنت من فريق كويكست بطل توافرس القميص الاخضر انهاها بجداره، كانت لحظات تحبس الانفاس. نعم انه سام بنت، وهذا بالباوس اللي هو من فريق بحر.